صباح الخير يا ليلى. يسعد صباحك. كيفك؟ تمام الحمد لله. انت كيفك بالشوبة؟ بدي اعيد عليك نعاد عليك بالخير والصحة وعليك وعلى عيلتك بكل الخير. آمين يا رب. امين يا رب. احنا هيك ساعات بتوصلنا عن اول ايام عيد الاضحى المبارك، بنقول كل عام وانتم بالف خير وان شاء الله بينعاد على الجميع بالصحة والسلامة وجبران الخاطر، وبنقول يا رب دائما هيك تكون بداية جديدة بحياتنا وتحسن على جميع مستويات حياتنا. مشوارنا الصباحي بلش معكم وكالعادة ضيوفنا اليوم من مجالات مختلفة، وحنكون بجولة مع المحافظات السورية ضمن تقاريرنا لليوم. خلونا نبلش دائما نقول توكل دائما على رب العالمين. يسعد صباحك يا رشا، وصباح الخير لكل الأشخاص اللي عم يحضرونا. نهار جديد يا رب يحملنا الخير الصحة وراحة البال. صباح البدايات الجديدة، دائما كل يوم جديد هو بداية جديدة، فرصة جديدة لتحقيق شيء بنتمناه. وأكيد الأشخاص الإيجابيين هم دائما اللي بيصحوا متفائلين رغم الصعوبات اللي بيمرقوا فيها، لكن دائما عندهم طاقة إيجابية أو هيك لمسة التفاؤل إنه نحن شو ما صار معنا رح نبدأ يومنا بتفاؤل بإيجابية يمكن يكون أفضل من الأمس. دائما مشاهدينا لكم الصحة راحة البال وتحقيق الأماني. مشوارنا الصباحي بلش مع محطاتنا العديدة والمتنوعة وضيوفنا، رح نناقش فيها العديد من المواضيع اللي بتهمكم، لكن مثل العادة رح نروح لنصبح عليكم بأغنية ونرجع. تواريخ مهمة حفظتها ذاكرة الأيام كانت بمثل تاريخ هذا اليوم، حنتعرف عليها ضمن التقرير التالي. اليوم 15 حزيران عبر الزمن والسنين، شهد هاليوم كتير من الأحداث اللي كانت مفصلية بالتاريخ. قراءة سريعة لذاكرة اليوم. بعام 1918 نهاية الحرب الأهلية في فنلندا. بعام 1957 المملكة المتحدة تفجر أول قنبلة هيدروجينية. ومن الشخصيات يلي شهد يوم 15 حزيران على ولادتها عام 1902 إريك أريكسون، عالم أمريكي في علم النفس التطوري. بعام 1916 هربرت سيمون، اقتصادي أمريكي حصل على جائزة نوبل بالعلوم الاقتصادية. بعام 1479 مولد صاحبة لوحة موناليزا. بعام 1946 ديميس روسوس، مغني يوناني. وبمثل هاليوم سجل تاريخ وفاة عدد من الشخصيات. بعام 1888 فريدريش الثالث، قيصر ألمانيا. بعام 1934 ألفريد برناو، موسيقي فرنسي. معلومات يمكن منعرفها ويمكن رح نتعرف عليها لأول مرة نحن وأنتم بضمن فقرة هل تعلم؟ نتابع سوا. هل تعلم لو اختفت الفيروسات من عالمنا سنموت بعد يوم ونصف، إذ إن الفيروسات تؤدي أدواراً مهمة للعالم تفوق ضررها بمراحل، إذ لا تسبب الغالبية العظمى من الفيروسات أمراضاً للبشر ويسهم الكثير منها في دعم الأنظمة البيئية. هل تعلم أن خلية الدم الفردية تستغرق حوالي 60 ثانية لتدور دورة كاملة في الجسم؟ وهل تعلم أن الشخص العادي يمشي طوال عمره مسافة تعادل المشي 5 مرات حول العالم؟ هل تعلم أن الإنسان يستطيع أن يعيش حوالي شهر بدون طعام، لكنه يستطيع أن يعيش أسبوع واحد فقط دون ماء؟ هل تعلم أن أطول وادي في الكون موجود في كوكب المريخ ويطلق عليه وادي مارنيرز؟ وهل تعلم أنه بين القرن 9 و11 اخترع الصينيون البوصلة وكانت مصنوعة من الحجر الجيري في ذلك الوقت؟ وهل تعلم أنه تم اختراع إشارات المرور قبل السيارات؟
وبأول تقاريرنا لليوم رح نروح لأعمال المؤتمر العلمي الثالث لكلية الهندسة الزراعية في جامعة تشرين في اللاذقية، تنطلق وسط مشاركة عربية وعلى جدول أعمال تطوير الإنتاج الزراعي محاضرات علمية تخصصية تشكل قيمة مضافة في العملية الزراعية. حنكون بتفاصيل أكثر ضمن التقرير التالي. أعمال المؤتمر العلمي الثالث لكلية الهندسة الزراعية في جامعة تشرين في اللاذقية تنطلق وسط مشاركة عربية وعلى جدول أعماله تطوير الإنتاج الزراعي. هو التواصل بين الباحثين كل فترة من الفترات، وهذا أصبح عرفا في كلية الهندسة الزراعية أن يكون هناك مؤتمر سنوي دولي يضم معظم البلدان العربية، كفي دولتان هما العراق الشقيق ولبنان الشقيق. لدينا برامج تعاون علمية كبيرة مع جامعة تشرين ومع كلية الهندسة الزراعية بها في مختلف المجالات. أكساد يعني يرحب بدعم هذه المبادرات وتنميتها وأرشاد الطلاب نحو الطريق الأفضل لاستثمارها اقتصاديا. يسرنا ويشرفنا أن نشارك أخوتنا وزملائنا بكلية الهندسة الزراعية جامعة تشرين بهذا المؤتمر. بالإضافة لهذا أنا خريج جامعة تشرين، فأحس بانتمائي إلى هذا الجامعة وإلى هذه المدينة العريقة والجميلة. محاضرات علمية تخصصية تشكل قيمة مضافة في العملية الزراعية. سنتحدث عن مجال الثروة السمكية التي تشارك في هذا المؤتمر، ومن خلال مجموعة من الباحثين الذين يقدمون الأبحاث العلمية والفنية التي ترتبط بواقع الإنتاج وتنمية الثروة السمكية. البحث العلمي الذي من شأنه تطوير العملية الإنتاجية سواء في مجال الاستزراع في المياه العذبة والمياه البحرية. كهيئة استثمار وبعد دراسة هذه الأولويات سنسهم بدورنا من خلال منح المشاريع المقامة على قانون الاستثمار الحوافز والمزايا، ومن خلال طرح فرص استثمارية تحفز المستثمر المحلي والأجنبي على الدخول في هذا القطاع وزيادة عجلة الإنتاج فيه. أهمية هذه المؤتمرات حقيقة تأتي من نقطة أساسية، وهي التشابك، التشاركية، التنسيق، اللقاء، تبادل الأفكار، تلاقح الأفكار البتصير بين الباحثين من كل الجهات المعنية بالإنتاج الزراعي بالتصنيع الزراعي. ومن هنا تأتي أهمية هذه المؤتمرات على وجه التحديد. نحن كغرفة زراعة اللاذقية في تعاون دائم بيننا وبين كلية الهندسة الزراعية. هذا التعاون دائما بيتمثل احيانا نحن بنقدم دعم مادي واحيانا بنرعى. من ضمن الرعاة نحن كنا لهذا المؤتمر، وهذا المؤتمر هو مؤتمر بحثي وعلمي، ودائما نحن بنستفاد من الابحاث الموجوده بهذا المؤتمر وبنحاول نطبقها على المزارعين اللي عندنا. المؤتمر بوابة لتبادل الخبرات والمعارف العلمية لزيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي. يا صباح الخير عن جديد لكم مشاهدينا. وصلنا لأول فقراتنا لليوم، رح نحكي فيها بداية عن العيد وطقوس العيد المميزة اللي ما زالت متوارسة عبر السنين ومحافظ عليها من جيل لجيل، عادات والتقاليد المميزة وخصوصا بالمجتمع السوري اللي هي مثل شراء الألبسة، صناعة الحلويات، غيرها من العادات والتقاليد. يا رشا، يمكن حتى بدمشق لها خصوصية، بتلاقي في شغلات لهلا محافظ عليها، انه في ناس تشتري حلو جاهز، بس من الضروري انه تطلع ريحه الحلو بالبيت. نحن ما عيدنا اذا ما في ريحه حلويات قبل ايام العيد. يمكن هاي القصه وغيرها من التفاصيل مرتبطه بذاكره كل حدا فينا، ان كان حلو العيد، ان كان ثياب العيد، الجيران، صله الرحم وغيرها من العادات والتقاليد اللي تربينا وكبرنا عليها. واليوم عم يتزامن العيد اكيد مع قوافل الحجاج اللي راحوا لاداء فريضه الحج، ايضا هدول يعني لهم طقوسهم الخاصه. رح نروح لنستذكر ايام عيد الاضحى الجميله، اهم العادات والتقاليد. وضيفتنا لليوم هي الدكتوره نجلاء الخضراء، باحثة في التراث. يسعد صباحك دكتورة، أهلا وسهلا فيكي وأضحى مبارك. يسعد صباحكم وكل عام وأنتم بخير. وأنتي بألف خير. صباحك كل عام وأنتي بألف خير. خير مثل ما بنعرف طقوس الأعياد خصوصا بسوريا لها هيك خاصية مميزة، خلينا نحكي عن هي الطقوس وكيف اختلفت، يعني لساتها موجودة طقوس العيد عند أغلب الناس، لساتهم محافظين عليها؟ عيد الأضحى هو العيد الثاني للمسلمين بعد عيد الفطر، بيجي بعد يوم الوقفة،
العيد 4 أيام بنتهي ب 13 ذي الحجة. أكثر ما يميزه هو تكبيرات العيد اللي بترافق كل صلاة لمدة 4 أيام، الابتهالات الدينية والأغاني والمدائح النبوية بنسمعها على طيلة الـ4 أيام، أيضا ازدحام الأسواق لشراء الحاجات، أيضا الساحات الألعاب اللي بتنتشر بالشوارع بشوارعنا، والأطفال اللي بتكون فرحة العيد ظاهرة على وجههم. أيضا حلويات العيد مثل ما حكيتي ورائحة الكعك المعروفين إحنا فيها. أيضا الأكثر ما يميزنا كمان إحنا يعني بلد معروفة صار لها علاقة بصناعة الشوكولا والملبس، الملبس اللوز اللي إحنا معروفين فيه لكل مكان هش، كل مكان نوعه نعم نوعه من الأنواع الفاخرة أكثر، واللي بيكون له ألوان حتى ألوانه مبهجة ومفرحة، الزهر والسماوي والأبيض. بالنسبة لهل يعني تغيرت؟ طبعا بتتغير عن بسبب الحداثة، بسبب الأزمة والحرب الغاشمة اللي مرقنا فيها، بسبب ارتفاع الأسعار، في كتير أشياء عم تتغير، مثل يعني أساليب الذبح أصلا تغيرت. يعني إحنا أكثر بتميز عيد الأضحى بعملية التضحية والذبح، تغيرت. كانت زمان بأرض ديار يجتمعوا الأهالي والأقارب عليها ويبدأوا بذبح الأضحية بالدور، كل واحد يذبح أضحيته ويقوم بتقسيمها وتوزيعها بحسب ما يريد. بعدين التغى أرض ديار من البيت، صاروا بالحارة بالشارع يذبح الأضحية، وكمان بنفس الطريقة اليوم عم يتوجهوا للذبح بالمسالخ، وحتى التقطيع والتوزيع ضمن المسالخ ويعني من برا لبرا. هاي فرق من الفروقات. أيضا بالنسبة للحج كانوا يروحوا مشيا على الأقدام، كانت الرحلة تأخذ أشهر، بعدين صارت بالحافلة، واليوم بالطائرة. اليوم الرحلة ما بتأخذ 10 أيام، أسبوع بيكون الحجي راح وإجا، يعني ما بنتهي العيد إلا إحنا عم نستقبل الحجاج. كمان من المظاهر اللي ممكن نقول إنها تغيرت بهرجة العيد وقلق العيد. نعم يعني بسبب غلاء الأسعار ما عاد في هذا البهرج والصرف الكتير اللي كان زمان، ما عاد في روائح السمن البلدي هاي الأصلية تطلع. ولكن إحنا اللي بدنا نعمله نحاول نحافظ قدر الإمكان على هاي العادات والتقاليد، لأنها هي موروث تركه الأجداد، هي عادات هي قيم يجب المحافظة عليها، وإذا ما قدرنا نحافظ عليها علينا توثيقها والاحتفاظ فيها، لأن هي اللي بترسم هويتنا، هي اللي بترسم صحيح. ثقافتنا، هي اللي بتعطي شكلنا وامتدادنا عبر التاريخ، وأصالتنا هي اللي بتدل على أصالتنا وتجذرنا عبر التاريخ. وهذا الشيء اللي عم يعني هذا الشيء المستهدف واللي عم يحاولوا يشوهوا شكله. يعني تمام دكتورة، مثل ما ذكرت يعني رغم كل الظروف اللي عم نمرق فيها، ولكن عم نكون أو عم نحاول بأقل الإمكانيات المتاحة أنه نعمل شيء نحس أنه اليوم أو بكرة رح نستقبل هذا العيد. اليوم ذكرتي نقطة كتير مهمة وهي الحجاج، واليوم هيك في فرحة كتير كبيرة للسوريين بأداء هاي الفريضة، وأيضا عودة الحجاج إلى طقوس خاصة، استقبال خاص، حلويات أيضا خاصة. خلينا نحكي عن هاي الشغلة. الحج بدأ أول حج طلع من دمشق بالسنة 9 للهجرة بأمرة أبو بكر الصديق. بالنسبة لمحمل الحج أول من عمله هو الظاهر ببرز، وعمل الطقوس تبعه إنه كانوا يدوروا حوالين سور دمشق الشرقي والشمالي والجنوبي. أيضا كان التجمع الحجيج في دمشق، الحجيج اللي كانوا ضمن محمل الحج ما كانوا هن من بلاد الشام فقط، وإنما كانوا يجتمعوا من
بلاد أوروبا، من بلاد السند وبلاد فارس. الجميع كان يجتمع ليلتحق بمحمل الحج الشامي. هذا كانوا يجتمعوا بزوايا احنا بنسمع اليوم، زاوية الهنود وزاوية السنود وزاوية الموصليين بالميدان وزاوية الهنود بالشام القديمة. فهي الأماكن، هي الزوايا كانوا يجتمعوا فيها الحجاج حتى يلتحقوا بالمحمل الحج بأول يوم من عيد الفطر المبارك. بعيد الفطر كان الالتحاق بهذا المحمل، وكانوا بمنطقة القدم عند جامع اسمه العسالي يجتمعوا هناك ويعني يقوم بمرافقة الحاج إلى هذيك المنطقة، أو ربما إلى بعد من هو من هذه المنطقة بيرافقوا أهله حاملين معه الأدوات الحج والطعام والغذائيات اللي كان يحمله معهم. طبعا الحج كان ياخذ معه المقدوس، الزيتون، اللبنه المدعبله، المربيات، ومجموعه كبيره من الحبوب اللي راح يقتات عليها طول هي الفتره. طبعا كان ضمن قافله الحج كثير من اللي بيشتغلوا على راحه الحجيج، مثل السقايين، كانوا يطلعوا السقايين اكثرهم كانوا من الصالحيه، يطلعوا البراكين اللي هم اصحاب الجمال والهوادج اللي بتركب فيها النساء وكبار السن، ايضا بيطلعوا اصحاب الخيام، بيطلعوا الحلاقين، اللحامين، كل هذا كان يرافق محمل الحج حتى يهتموا ويعتنوا بالحجاج إلى حين وصولهم. طبعا الطريق من دمشق كان يوصلوا إلى المدينة ثم إلى مكة المكرمة. هذا الطريق كان يأخذ معهم 4 شهور، يبدأوا من أول يوم عيد الفطر ويكونوا بيوم التروية بمكة بمنى، ثم الطريق العودة كمان شهرين. خلينا نحكي هيك شوي عن ذكريات العيد، وفي شغلات لساتها يمكن موجودة بالعيد وخصوصا العيدية، وقديش إلى أثر اليوم على الأطفال حتى نحن الكبار بنحب العيدية. العيدية إلى أثر، وهذا دليل أنه لسه أثرها راسخ بنفوسنا وإحنا صرنا كبار. طفل بنبسط بالعيدية، بنتظر يوم العيد ليرتدي ملابسه الجديدة ويعايد على جده وأخواله وأعمامه وينطلق إلى عيده وإلى ملذاته وألعابه والمأكولات اللذيذة اللي عم تستناه وبساط الأكل اللي عم يستناه حتى يصرف هالعيديات اللي كان كتير سعيد فيها. ولكن العيدية ما كانت فقط للأطفال، كان في أنواع كتير متعددة من العيديات، كانت العيديات وما زالت للفقراء والمساكين اللي هي قسم يعني حصة من اللحمة بترافقها أحياناً سلة غذائية أو معونة مادية، قسم من المال. أيضاً كانت للنساء، وكانوا يقولوا لها لعيدية الولاية هي الأخوات والخالات والعمات، كان دائما كبير العيلة يدخل يدق بابهم ويعطيهم العيدية بإيدهم، كمان هي يعني فرحة للنساء. صحيح. وجبر خاطر لهم. وكانوا الصياغ ما يسكروا بالعيد، كانوا الصياغ يستنوا هاي النساء بعد ما تاخذ عيدياتها لحتى تروح تشتري قطعة الذهب اللي كانت تنتظرها بهذا العيد. أيضا بالنسبة للمخطوبين، الخطيبة كانت تنتظر العيدية من خطيبها مع عزيمة هيك محترمة على الغداء ببيته مع أهله، يجمعها مع أهله. طبعا العيدية هي ممكن تكون قطعة من الذهب، ممكن تكون ملبس، وممكن تكون مبلغ مالي. والزوجة أيضا، هلا بدنا نعمل مشاكل، الزوجة كمان بتنتظر عملتي وش الحال بالكنترول عملونا سامعين بتنتظر العيدية من زوجها، كمان كانت ممكن تكون قطعة ذهب أو مبلغ من المال بحسب قدرة الزوج على هذا الشيء. فلهذا السبب العيد هو فرحة، يعني لازم الفرحة تدخل إلى القلب بأي طريقة، ولازم تدخل إلى كل بيت بأي طريقة. هلأ حبينا هي عيدية الولاية. هلأ في
بعض خلينا نقول لسات القصة نسبية، ونرجع بنقول بسبب الظروف يعني تغيرت هالقصص، ولكن في ناس كتير محافظين على هاي القصة، يعني الأب حتى لو بنته متزوجة إلى عيديتها الخاصة. صحيح. والأخت يعني أيضا يعني الأكل والحلو والأضحية كمان إلى هيك طقوس خاصة يعني. بس اليوم إذا بدنا نرجع هيك من خلال ذاكرتك لذاكرة الأيام القديمة، هل كان في كمان أكلات خاصة بهدول الأيام؟ طبعا كان في أكلات خاصة، ولليوم كمان لسه في ناس محافظة على هالأكلات. يعني مثلا على الفطور لازم بعد الذبح تجتمع العائلة على كبدة الخروف على المعلق تبع الخروف، أو ممكن يعملوا صينية اللحمة شرحات هذا على الفطور، غير وجبة الغداء اللي لازم تكون أو اعتادت الأسر الشامية أنها تكون وجبة بيضة، ممكن تكون شاكرية، ممكن تكون شيخ المحشي، بتفائلوا باللون الأبيض، لون الفرح، لون السرور، يعني لحتى يكون أيام العيد أيام فرحة وسعادة عليهم. أيضا طبخة الرز واللحم بعد الأضحية وبعد ذبح الخرفان، يعني ممكن تكون رز ولحم وبجانبها اللبن بخيار، يعني رمز البياض. وطبعا هذا الشيء بيختلف بين المحافظات، ولكن اللون الأبيض هو اللي بيضل ثابت. يعني مثلا بحلب والمدن اللي بجواره الكبة بلبنية وأنواع من الكبة، بدرعة الملاحي والكبة أنواع الكباب مع الملاحي. يعني منلاقي أنه المشترك بين هاي الأكلات المأكولات كلها هو تقريبا اللون الأبيض. وطبعا الحلويات كمان كل محافظة يعني كل محافظة إلى حلويات الخاصة التفردة، ولكن الشكل العام للحلويات هي المعمول والأقراص والبرازة الغريبة، يعني هذا الشكل العام، والحلويات العربية اللي معروفة بلاد الشام فيها. اليوم احتفالات عودة الحجاج إلى يمكن طقوسها الخاصة، خلينا نحكي شوي عن هاي الطقوس، وهل اختلفت كمان بين قبل وبين هلأ؟ اليوم احنا بنستقبل الحجاج باخر ايام العيد. طبعا كانوا زمان، بدي احكي عن الاستقبال زمان، كانوا يستقبلوهم من الادم الى دمشق صف واحد يعني صفين مقابلين بعض. مجرد وصول المحمل الى دمشق كانوا يضربوا المدفع 20 طلقة فرحة واستقبال لهذا المحمل. كان يدخل الحاج يستقبلوا أهله طبعا بالزينات، البيت مزين بالرسومات الكعبة، رسومات المسجد النبوي، قباب المسجد النبوي، الحج مبرور وسعي مشكور، هي الكلمات اللي بتدل على الحج، اللي بتدل على المباركة، اللي بتدل على الفرحة، الزينة. نعم الزينة. كانوا أيضا يستقبلوا بذبيحة يغمس إيديه فيها ويطبعها على جدار البيت. يمكن لسه هاي المناظر إحنا بنتذكرها، يعني لحقناها وبنتذكرها، البيوت المزينة بهاي الكلمات اللي بتضلها، يعني هاي الكلمات لما بتنطبع على البيوت كانت تبقى عدة سنوات مطبوعة على البيوت. أيضا بيستقبل يعني بتستمر هاي حفلة الاستقبال من 3 إلى 7 أيام. الموائد مفرودة، والحاج يقدم الهدايا للمستقبلين. طبعا الهدايا جايبها معه من بلاد البركة، من بلاد مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مدينة الحرم الشريف. هي عبارة عن سباح، سجاجيد، بخور، كحل، هاي الأشياء اللي احنا هون بنستناها، ومية زمزم احنا هون بننتظرها وبنتبارك فيها وبنحبها. بالمقابل اي حدا بيجي بيستقبل الحاج بيقدم له هدية، او ممكن يعزمه على غداء او عشاء، يعني فرحة بوصوله وعودته بالسلامة. اليوم نفس الشيء، لسه ما زالت هاي مظاهر، صحيح اخف واقل، ولكن لسه استقبال الحجيج، الحجي بيلبس الابيض بيستقبل
الفرحانين بعودته وضيوفه باللون الأبيض والسبحة بإيده، بيقدم لهم هاي الهدايا، وهن ما زال يعني حتى المستقبلين لو خفت قيمة الهدية، يعني كانت قيمتها كان كيس رز كيس سكر، اليوم بتتقدم هدية رمزية للذكرى، مجرد ذكرى يعني تبقى هاي الرحلة بالذاكرة. أكيد اليوم أرشيف كامل بذاكرة كل حدا فينا لهدول الأيام الجميلة اللي مرقت بحياتنا، إن شاء الله هيك بترجع ونرجع ونشعر بفرحة العيد من أول وجديد. شكرا لك دكتورة ولحضورك، ومرة تانية كل عام وأنت بألف خير. كل عام وأنتم بخير. أنت بألف خير. شكرا لك، بقية نهار حلو لك. نحن مكملين بباقي فقراتنا الصباحية، ومثل ما تعودنا كل نهار السبت نروح باتصال مع المتنبئ الجوي حسان الجردي لنعرف أكثر كيف حيكون طقسنا خلال الأسبوع. وأكيد اليوم بهمنا نعرف هذا الطقس كونه نحن مثل ما قلنا مقبلين على عيد الأضحى السعيد، فإن شاء الله هيك يكون الجو خلينا نقول رواق شوي، لأنه نحن عم نمرق بموجة حر كتير قوية. صباح الخير أستاذ حسان. صباح الخيرات، يسعد صباحك. هلا، يسعد صباحك، أهلا وسهلا بحضرتك. يا ريت تخبرنا كيف حيكون طقسنا خلال الأسبوع القادم، هل حنشهد أكثر من هيك مرتفعات أو حيكون هيك شوي انخفاض في درجات الحرارة؟ تكرم عينك، صباح الخير من جديد لإليك الإخبارية السورية لزميلتك. هلا بالنسبة للأجواء خلال هيدا الأسبوع، وتحديدا هيدا الأسبوع مميز كونه أسبوع بيحكم فيه عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير يا رب. الأجواء بشكل عام اليوم الحرارات رح تميل للانخفاض، يعني بس الانخفاض رح يكون اليوم طفيف وقليل بمعدل درجة إلى درجتين بأغلب المناطق والمدن السورية، والأجواء بشكل عام بتضل أجواء حارة إلى شديدة الحرارة بالمناطق الشرقية والجزيرة والبادية، والأجواء السديمية المغبرة بتضل موجودة وسيدة الموقف بالمناطق الشرقية والجزيرة والبادية. نحن تحت منظومة امتداد المنخفض الموسمي الهندي المترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي شبه مداري بطبقات الجو العليا. هلا ان شاء الله نهار بكره راح يكون الانخفاض افضل من اليوم، راح يكون الانخفاض بمعدل 3 درجات الى 4 درجات ببعض المناطق، والحرارات راح تكون اعلى من المعدل من 3 الى 5 درجات مئويه، والاجواء بشكل عام حاره نسبيا بين الصحوه والغائمه جزئيا بشكل عام بالمناطق الشرقيه والجزيره والباديه، بتضل الاجواء حاره وسدينيه مغبره. الرياح عم تكون غربيه الى شماليه غربيه، نهار بكره بتتحول لغربيه الى جنوبيه غربيه بين الخفيفه والمعتده، مع هبات عم تتجاوز نهار السبت اليوم تحديدا خلال ساعات بعد الظهر والمساء تتجاوز 70 كيلومتر بالساعة. رح تكون الهبات أكثر شيء بالمناطق الوسطى بالجنوبية بالشمالية بالجنوب الشرقي، تصير الغبار بمعظم المناطق الداخلية، والبحر خفيف متوسط ارتفاع الموج خلال ساعات المساء. هلأ بشكل عام أول أيام العيد وثاني يوم العيد رح تكون أجواء حارة نسبيا إلى حارة، رح نرجع نتأثر بموجة حارة جديدة وكتلة هوائية شبه مدارية حارة بتأثر على المنطقة، اعتبارا من منتصف هذا الأسبوع بيستمر تأثيرها حتى نهاية الأسبوع، تؤدي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة من جديد، لأنه الموجة اللي تعرضنا لها الموجة الحارة انقسمت إلى ذروة أثرت علينا نهاية الأسبوع الماضي، وكانت الأربعاء والخميس والجمعة خفضت الحرارات، وانخفضت يوم السبت والأحد ونهار الاثنين، بترجع الحرارة ترتفع من جديد الثلاثة والأربعاء والخميس، ولكن الموجة الثانية اللي بدها تأثر علينا اللي بتكون هي ثالث أيام عيد الأضحى المبارك نهار الثلاثاء والأربعاء، أشد حدة من اللي تأثرنا عليها بنهاية الأسبوع الماضي، تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، أجواء شديدة الحرارة بأغلب المناطق الداخلية، ورح تكون أجواء حارة بالمرتفعات الجبلية بأجزاء من المناطق الساحلية، واللي بيلفت النظر خلال هيدي الموجة الارتفاع الملحوظ بنسبة الرطوبة السطحية، واللي بيعطي شعور آخر بدرجات حرارة أكبر مما هي بالواقع. الأجواء رح تكون أجواء صحوة مشمسة حارة بأغلب المناطق، أجواء سديمية مغبرة بمعظم المناطق الداخلية وبشكل خاص بالمناطق الشرقية والجزيرة والبادية السورية، والرياح عم تكون غربية لجنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، نهار الأربعاء والخميس تتحول لجنوبية إلى جنوبية شرقية بالمناطق الجنوبية والشرقية، بينما تبقى رياح غربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق. هلأ بشكل عام رح هيدي الهموجية تنحسر عن الأجزاء الغربية من البلاد اعتبارا من نهاية الأسبوع نهار الخميس، وتبلش الحرارة تنخفض بشكل تدريجي، الأجواء بتتعدل بإذن الله حتى ترجع الحرارات تنخفض بشكل واضح اعتبارا من يوم الجمعة والسبت القادم بإذن الله تعالى. هلأ خلال هيدي الموجة، وخصوصا نحن هلأ في مناسبة عيد الأضحى المبارك، بنوجه حزمة من النصائح، أهمها عدم التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة ساعات الذروة بشكل مباشر، يعني والناس بدها تطلع على الأرياف، الناس بتروح على الساحل، على الغابات، المناطق الحراجية. نتمنى من الأخوة المواطنين اتخاذ أساليب الحيطة والحذر والتعامل بأعلى درجات الحذر، وخصوصا عند إشعال النيران
وعدم إشعالها بالمطلق إذا كان هناك إمكانية، وخاصة بالمناطق الزراعية والحراجية والغابات، وأبلاغ الجهات المختصة عند حدوث أي حرائق. النشاط بسرعة الرياح وخاصة بالمناطق الشرقية الجنوبية الشرقية، وبتؤدي إلى أجواء سدمية مضرة، والناس اللي عندهم حساسية بالجهاز التنفسي من الغبرة من هيك أجواء، أنه يتخذوا أساليب الحذر والحيطة. كبار السن الأطفال نتمنى عدم تعرضهم بشكل مباشر لأشعة الشمس خلال هذه الفترة، عدم ترك الأشياء القابلة للاشتعال بالأماكن المغلقة والمحصورة معرضة بشكل مباشر لأشعة الشمس. درجات الحرارة المتوقعة من العاصمة دمشق 39-26، القنيطرة 35-23، والمرتفعات الجبلية 33-22، درعا 39-24، السويداء 37-24، المنطقة الوسطى حمص وحماة 41-25، الحسكة منطقة الجزيرة 41-31، الساحل السوري اللاذقية وطرطوس 34-26، بالشمال حلب 41-27، إدلب 38-24، المنطقة الشرقية دير الزور الرقة البوكمال 44-28، بالبادية السورية مدينة تدمر 43-28. بشكل عام بداية الأسبوع حتكون أجواء حارة نسبيا حتى منتصفه تقريبا يوم الأحد، بعدين بتبلش الحرارة ترتفع من جديد، والملفت للنظر بالارتفاع بدرجات الحرارة رغم الكتلة الشبه مدارية اللي عم نتعرض لها، هو الارتفاع الملحوظ بنسبة الرطوبة السطحية، واللي بيعطي درجة حرارة أعلى من الدرجات الحرارة اللي هي بالواقع. يعني نحن عم نشعر بدرجات حرارة عم تكون أكبر من درجات الحرارة المتوقعة نتيجة ارتفاع نسب القيم الرطوبة السطحية. نعم أستاذ حسان، بدنا نشكرك لكل المعلومات يلي ذكرتها، ومثل ما سمعنا يا ليلى نحن على موعد مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ولكن في موجة حر وكان في بعض التحذيرات. إن شاء الله هيك بنقول بردا وسلاما لكل الأشخاص وعلى سوريا الحبيبة. أكيد وصلنا أكيد لفقراتنا الصحية. تماما يا رشا، رح نحكي اليوم بفقرتنا الطبية كمان، رح نضل ضمن طقوس الأعياد. بفترة الأعياد يعني بتكتر الموائد العامرة، الحلويات، الأكلات بأنواعها، حتى بتكتر الوجبات الجاهزة. اليوم نحن بنصير بنتبع سلوكيات أو نمط غذائي خاطئ، حتى الأطفال اليوم بيروحوا أكثر للساندويش للوجبات الجاهزة، يمكن هدول اللي مثل ما نقول من عيدياتنا لهلا بنتذكرها نحن يا رشا. حتى ساحات العيد اليوم مليانة بأصناف الأكلات اللي بيحبوها الأطفال، اللي عم ياكلوا أكلات متنوعة اليوم الأطفال، كمان عم يتعرضوا لحرارة الشمس، بالإضافة عم يصير نوع من الإحراجات، يعني لما بتروحي بتعيدي من حدا لحدا بدك تنحرجي وتاكلي، لازم تذوقي هذا الحلو يعني. لو كنتي ما فيكي تاكلي فبصير يمكن شوية تخربطات بالجسم. أكيد اليوم كل شيء ذكرتي يا ليلى، خاصة اليوم إنه نحن بموجة حر كتير قوي وفي تحذيرات منها، هاي القصة بتعمل بعض المشاكل الهضمية، تغيير النمط الغذائي خلال ساعات قليلة ممكن يعمل تلبك معه ويعمل حالات ممكن تؤدي لدخول المشافي. رح نتعرف اليوم نحن كيف قادرين نضبط النظام الصحي خلال هدول الأيام، شو هي الممنوعات، وكيف نحن قادرين كمان نلتزم مع أطفالنا أنه حتى لو كانوا خارج المنزل ما يروحوا للأكلات الملونة كرمال المشاكل الهضمية. وضيفتنا لليوم هي الأخصائية التغذية ديما سلوم. صباح الخير يا ديما، وكل عام وانتي بألف خير. يسعد صباحكم وكل عام وانتو بألف خير. وانتي بألف خير، يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي. بداية خلينا نحكي عن أكثر الأمراض والاضطرابات اليوم اللي ممكن تصيبنا بهي الفترة، فترة الأعياد. لا يسعد صباحكم وكل عام وانتو بألف خير. هلأ عم نشوف نحن هلأ جاي فترة الأعياد مع موجات الحر، ففي كتير ممكن مشاكل يمكن نتعرض لها نتيجة الحر ونتيجة سوء النظام الغذائي اللي عم نتبعه. فممكن يصير حالات تسمم غذائي وخاصة مع الأطفال، ممكن اضطرابات بالكولون نتيجة تنوع الأغذية وكذا نوع من الأغذية، ممكن أغذية دسمة مع أغذية حارة مع باردة مع حلو، فبتعمل اضطرابات بالكولون، ممكن حالات الإسهال، حالات القيء، حالات التلبك المعوي، حرقة المعدة والأمعاء والمري، هني أكثر الحالات اللي بيكونوا منتشرين أكثر خلال فترة الأعياد. إجراءات بسيطة، يعني خلينا نقول إجراءات وقائية بسيطة هي قادرة مثلا تبعدنا أو تخفف من هي الحالات، شو أهم شيء؟ هلأ فينا نقول مثلا أنه نخفف طلعتنا خلال فترات الذروة الحرارة المرتفعة،
ثاني شيء نختار نظامنا الغذائي بحيث انه يكون هو ما يزيد التعب او يزيد التاثيرات الجو علينا. يعني مثلا بدنا نحاول قد ما بنقدر نبتعد عن الاغذيه الدسمه والمقالي الحلويات اللي كثير دسمه، حتى اذا اضطرينا ناخذ فبناخذ كميه كثير قليله لحصه لحصه ونص او حصتين من الحلويات. بدنا نحاول نخفف من الاكلات الحاره، الاكلات الدسمه، الاكلات المالحه اللي بتخلي دائما احساس العطش عنا بالجسم. غير الحر بيزيد علينا كمان نوعيه الاكل هي، فبتسبب زياده الاحساس بالعطش. نحاول قد ما فينا نخفف من الكافيين لانه هو مضر للبول، فبيسحب كل السوائل والمي اللي عم نشربها نحن، فبنصير بدنا نشرب كميات مي زياده كمان خلال فترات الحر. شو هي اليوم إذا بدنا نحكي عن الأكلات اللي هي يمكن تعطي رطوبة للجسم اليوم بدرجات الحرارة، ممكن تخفف من حدة الحرارة اللي نحن خصوصا بدرجات الحرارة؟ سبحان الله، يعني نحن دائما بنقول أنه كل فصل له ميزاته، ويفضل الناس أو يصير دارج عنا، هو دارج موجود فعلا يعني عند أغلب الناس، أنه نحن نتناول الأغذية الموسمية اللي موجودة بهذا الفصل. وهي الأغذية بتكون مناسبة لجميع التغيرات الحرارية والمناخية اللي بتكون بهذا الفصل أو خلال هاي الأشهر. كل غذاء بيكون مناسب لهي الفترة. فنحن بنشوف شو عنا مثلا هلأ فترة الصيف، عنا أكثر شيء بنلاقي تنوع بالفواكه وبالخضروات. المفروض أنه نحن نتناول 3-4 حصص فواكه خلال النهار، طبعا هذا الشخص السليم اللي ما بيعاني من امراض مثلا مثل مرض السكري. نتناول من 6-9 حصص من الخضروات كمان خلال النهار. في عنا مثلا اذا بدنا نقول الطبق الغذائي بناخذ نصه خضروات وربعه كربوهيدرات وربعه بروتين. طيب اليوم في بعض الحالات ممكن تظهر عليها اعراض تستدعي اليوم تدخل طبي او دخول الى المشفى، وفي من بعض الحالات تكون بسيطه، يعني ممكن اجراءات بسيطه بالبيت انه تختفي. شو هي اهم الاعراض اللي بتدلني انه انا اليوم هذا الشخص مفروض يكون في تدخل طبي له؟ هلا مثلا حسب كل حاله، بس بشكل عام لما يكون في عندنا درجه حراره مرتفعه مثلا فوق ال40، في عندنا اسهال خاصه عند الاطفال، اذا كان الاسهال متكرر لمده لعدد 5 مرات خلال اليوم وما عم يتوقف الاسهال مع درجه حراره، كمان هذا بيستدعي الطبيب. اذا في اسهال واقياء مع بعض كمان بيستدعي الطبيب. يعني في حالات بتكون واضحة مثلا إذا كان في إسهال وعطينا شوارد وعطينا أغذية للإسهال وما وقف كمان حتى لو 2-3 لازم يروح كمان على الطبيب. كمان كثير من الأشخاص عندهم أمراض مزمنة مثل أمراض السكري، أمراض القلب، ارتفاع الضغط أو هبوط الضغط الحاد. اليوم هدول الأشخاص أكثر عرضة للأمراض أو للاضطرابات خلينا نقول بفترات العيد حتى بفترات الحر العالي. خلينا نقدم لهم شوية نصائح أنه اليوم كيف يتفادوا أنه ما يتعرضوا لكثير من المخاطر الصحية. بدهم ينظموا غذائهم، يعني كان عندنا مثلا نحن اكثر شيء بنحكي على السكري والضغط، هن اكثر نوعين من الامراض المزمنه اللي بتتاثر بالغذاء بشكل مباشر، في منها بتاثر بشكل غير مباشر يعني على المدى البعيد مثل امراض القلب وهيك. فبس عندنا نحن مرضى الضغط ومرضى السكري هن اكثر اشخاص بيتاثروا بالغذاء اليومي، فبدنا نحاول نحن قد ما بنقدر يكون الحميه الغذائيه لهذا الشخص مضبوطه. في حال اضطرينا انه مثلا الشخص بده ياكل شيء معين من خارج الحميه، بده يعمل على انه يشيل وجبة من الوجبات اللي هو عم ياخدها. يعني مثلا مريض سكري نعزم على مثلا على مكان معين واضطر انه هو ياكل حلويات، فبيكون عنده مثلا وجبة عشاء او سناك بعد العشاء او وجبة عشاء المفروض انه هو ما يتناولهم اذا كان مضطر انه ياخد هاي الحلويات. بس بشكل عام لازم التخفيف من الحلويات والدسمة، المعجنات، اي شيء، اي نوع من انواع الاغذية اللي بتحتوي على نوع على كالوري عالي مثلا الكريمة، الشوكولا، بدنا نخفف. يعني هلا ممكن ناخذ حصه لحصتين وبنحذف شيء من وجباتنا اللي بعدها، واذا ما عملنا هيك بدنا نخفف. بالنسبه لمرضى الضغط كمان بدنا نخفف من الاغذيه المالحه، الاغذيه مثلا الموالح اللي بنقولها نحن مدخنه او شيء كمان هي بترفع الضغط. بدنا نخفف من كميه الملح اللي محطوط على الطعام. طيب اليوم نحن يعني اشخاص باعمار كبيره قادرين انه نحن نضبط الحاله، نضبط الشيء اللي عم ناخذه، وخاصه وقت نقول حاله تضميه وارتفاع درجات حراره، ولكن اليوم انت ما يمكن مرافقه ابنك ان كان بساحات العيد ان كان خارج المنزل. اليوم الطفل بلفته اي لون، يعني ملبس، غزله، اي شيء ملونات، يعني كمان هذا الشيء له تاثير جدا سلبي على الجهاز الهضمي. كيف نحن قادرين نحد من هاي القصه؟ يعني
هلا فترة الأعياد كمان بتتزايد عند الأطفال، بيصيروا بتشهوا دائما للأكلات الجاهزة، إن كانت حلويات، إن كانت شوكولا، إن كانت أساس في مواد صباغية، في مواد حافظة، كمان بيتجهوا أكثر شيء للوجبات الجاهزة اللي هي بتكون غنية بالدسم. بدنا ننتبه كثير على الأطفال من هذا الموضوع، لأنه هي بتعمل إسهالات وبتعمل حالات تسمم على الأطفال، خاصة إذا كانت الوجبات معرضة لدرجات الحرارة العالية، إذا كانت مكشوفة ما أنا مغطاة بالشمس ومعرضة لدرجات حرارة، فهذا الشيء بيشجع على نمو البكتيريا. يعني خلال مثلا ممكن تكون خلال نص ساعة تبلش الأكل تفسد حسب نوعيتها وحسب مكوناتها، فبدنا ننتبه كثير على الأطفال من هاي الناحية، نحاول أنه نكون برفقة الأطفال أو أنه نشرف إشراف غير مباشر عليهم، أنه نكون نعرف أنه هذا الطفل شو بده ياخد، شو بده يشتري، شو بده يجيب، نحاول قدر الإمكان نخفف للأطفال ولقلنا من الأكل النيء مثلا، خاصة اللحوم، الأسماك، البيض، الشغلات اللي الوجبات اللي بقلبها أكل نيء، أو الساندويش والوجبات الجاهزة المحطوط بقلبها خضار مقطعة ممكن يكون منها رح يفسد أو ممكن يكون منها ما أنا مغسول بشكل جيد، فبتكتر البكتيريا بهي الفترات، خاصة فترات الشوب. بالنسبة للأطفال بنكون في عنا إشراف مباشر على غذائهم، نعرف إن شو عم يشتروا وشو عم هي، أما نحن نجيب لهم تمام، فإجباري يعني ما بدك تخلي الطفل هو لرغبته، إجباري بده يروح باتجاه الأكلات الجاهزة، الأكلات المكشوفة، الملونات، الشغلات اللي فيها مواد حافظة. فبصراحة يعني دائما بيصير فوضى بالعيد بالنمط الغذائي سواء للكبار أو الصغار، لكن اليوم في حال صار حالة من التسمم أو أي أعراض ظاهرة اليوم على هدول الأطفال، شو ممكن الأهل يتصرفوا كإسعافات أولية؟ يعني باعتبار فترات العيد ممكن يستبعدوا أو يلاقوا دكتور قريب عليهم، بهي الحالات اليوم شو الحالات الإسعافية اللي ممكن يستخدموها؟ هلأ لقلك شو، في حالات ممكن الأهل أنهن يتجاوزوها، لما بيكون مثلا الطفل عم يعاني من الإسهال، في حالة إسهال مثلا 4 لـ5 مرات بس عم يتجاوب، عم ياكل، الطفل عم ياكل مثلا، عم نعطيه موز، عم نعطيه رز، عم نعطيه لبن، عم نعطيه بطاطا مسلوقة، فهو عم يتجاوب، عم ياكل. إذا بهي الحالة بنضل على هذا النظام الغذائي ونجيب لتر مي بنحط عليه معلقة سكر، معلقة ملح، ونضل بنعطيها في حال بس إسهال. إذا كان في عنده بيعدي لليوم الملح والسكر مع بعض، هي شوارد بتعدل شوارد الجسم مشان ما يصير في عنده نقص بشوارد جفاف الجسم، تجفاف تمام، مي مغلية ولا مي عادية من بس بنحط؟ هلا يفضل تكون هي مي معقمة، عرفتي كيف؟ يعني هلا احنا مية الحنفية بالنسبة لنا هي مي نظيفة يعني، فهي مية الحنفية كتير مناسبة، بتحط لها معلقة سكر، معلقة ملح وشربوها هلا الطفل مع اللي قلت لك عنهم مثلا الموز، الرز مع اللبن أو البطاطا المسلوقة. هدول الوجبات إذا عم يتناولهم الطفل عم ياخذهم حتى لو كان في عنده إسهال وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، ممكن إنه نحن نضل على هاي يوم أو يومين مثلا لحتى نقدر نوصل لطبيب. بس في حالات أخرى مثلا إذا كان في إسهال وإقياء بنفس الوقت بيصير والطفل ما عم يجاوب أبدا لأي نوع من الأغذية، ما عم يقدر، حتى مثلا في أطفال بحالة الإقياء أو بحالة التسمم الغذائي بيأكل الأكل مجرد ما وصلت على معدته فهو بيخرج أيام عن طريق الاستفراغ أو عن طريق الإسهال، فهي حالات تستدعي إجباري أنه يروح لأقرب مركز طبي أو لأقرب مشفى ويتابعه طبيب. طيب ديما اليوم قديش مهم تناول كميات كتير كبيرة من المي، خلينا نقول خلال هاي الفترة، اللي بيساعد أكيد بتنظيف الجسم وترطيبه يعني؟ هلا الأمان كتير مهم، لأنه هلا أنا مثلا إذا عم باخد بنهار 1500 كالوري فمفروض حاجة جسمي هي لتر ونص مي، وهيك نحن منكمل، بس بحالات الشوب المفروض أنه يكون في دائما مي بس ما نتجاوز اللترين ونص، لترين للترين ونص بالنسبة يعني نضيف نحن لتر على حاجتنا اليومية. لأنه كمان لما بيكون منضيف مي كتير بيصير في حالات تسمم بالماء بيقولوا لها، كمان فرط نقص شوارد بالجسم بيصير فيه كتير خروجات، فلازم نحن نزيد استهلاكنا من المي، والمي ما تكون مسلجة، تكون يعني فينا نقول باردة شوي أو قريبة لدرجة المي العادية أو باردة شوي، كمان ما تكون كتير باردة. كتير مغلوطة هون، إنه أنت قد ما أخذتي كميات كبيرة من المي هي عادي، ولكن صحيا وطبيا هذا الشيء غلط، اكيد انت عم تعملي ضغط على الكبد اكيد تماما، على الكبد وعلى الكلاوي، بصير في حركه عاليه بالكلاوي فبصير بتاخذ معها شو انت عم تاخذي فيتامينات ومعادن، بتسحبها وبتنزلها عن طريق البول تمام، فنحن بصير في عنا نقص بالفيتامينات والمعادن بالجسم وبيجي معه نقص شوارد، فبتعمل تجفاف، بتعمل حاله عكسيه.
أكيد هيك بدنا نتشكر حضورك معنا والمعلومات اللي قدمتينا إياها، وأكيد نتمنى لك عيد سعيد وكل عام وأنت بألف خير. تسلمي لك. شكرا ديما، كل عام وأنت بألف خير، نعاد عليكم بكل الخير هيك وكل الأمنيات الحلوة. كل عام وأنتم بألف خير وإن شاء الله عيد آمن على الجميع يا رب. آمين يا رب. روحي كرمال ديما يعني كمان رح أروح للحلويات. خلينا نروح للحلويات اليوم. أمالة رح أروح لسوق الميدان بدمشق اللي بيتفنن فيه أصحاب المحلات اليوم ببيع الحلويات بصناعاتها متوارثة أبًا عن جد، وأيضا بتتنوع الحلويات ما بين المعمول والتمر بالفستق الحلبي، نابلسية، مبرومة وغيرها من الحلويات الطيبة اللي نحن بنحبها. ورغم الظروف الصعبة والمعيشية اليوم ما زالت العادات والتقاليد محافظ عليها، وخصوصا بسوريا، وطقوس العيد وصناعة الحلويات وحتى إحضار الحلويات للمنزل هي ضرورية من الطقوس والعادات الموجودة. لكن بيتميزوا أهالي الميدان أو أصحاب المحلات بالميدان بالحلويات، دائما لهم ميزة خاصة بصناعة الحلويات. اليوم رح نتابع هذا الشيء بالتقرير التالي. يهل العيد وتعبق معه روائح الحلويات الشهية والمميزة، فالحلويات من العادات الشعبية القديمة التي يحرص أغلب الناس على تواجدها وتقديمها كضيافة العيد. العيد له خصوصيته، له بهجته، له أجواءه، له نحن هي نحن ايوه ضيافته الخاصة. نحن السوريين نتباهى بهي الأجواء رغم الظروف اللي مرينا فيها ورغم الوضع اللي نحن فيه، فنحن كل السوريين بألف نعمة. بالنسبة للحلويات بنصنع حلوياتنا كلياتها بإيدنا بمعملنا، حلوياتنا كلها حلويات سورية شرقية معترفة. أصناف حلويات العيد اللي هي الآسية، المبرومة، البلورية، الكولشكور، البقلاوة بالجوز، هدول لهم حلويات شرقية عربية، هي أساس الضيافات. هذا الصنف اللي أنا عم أشتغل فيه اسمه بقج، لأنه هي شكلها شكل البقجة، يعني مثل ما هيك شايفة شكلها شكل البقجة، ورق عجين وبتكون شكل البقجة ومسرورة مرصوصة رص على بعضها، فهي بتكون بقجة. البلورية كمان والمبرومة تنحط وتتشكل حسب ما الزبون هو بيرغب يكون هو حابب يحط لها. بس اللي بيقول لك شيء شغلة، إنه الحلويات للأمانة، الحلويات عنا والله مصنوعة بحب، مصنوعة بحب وتفاني وإخلاص لمهنتنا. في سوق الميدان بدمشق يتفنن أصحاب محلات بيع الحلويات بصناعتهم المتوارثة أبًا عن جد، فتتنوع الحلويات ما بين المعمول بالتمر والفستق الحلبي والنابلسية بالجبن والمبرومة والبقلاوة وغيرها. المطلوب أكثر شيء هاي السنة النواشف، كونه أرخص شيء يعني صافي، يعني أرخص من غيره، يعني برازة، غريبة، عجوة، أي قصص يعني. والحلويات العربية صايرة غالية كثير شوي بقى، العالم لاوي يعني. كيف الأسعار؟ والله غالي، غالي هاي السنة، لأن التكاليف غالية والمواد غالية. يعني قريبة للعيد الماضي الصغير، مو كتير جديدة، بس هو إجمالا حتى العيد الماضي كان غالي يعني شوي. قلت أكثر على عيد؟ لا مو كتير، شيء بسيط يعني شيء بسيط، أو تمت في شغلة تمت على حالها ما تغيرت يعني. يعطيك العافية. يعافي قلبك، أهلا وسهلا. هاي ورق سمبوسك باع عجين، هاي متساوية بس بالأعياد قبل العيد بكم يوم. هاي أكلة بياخدوها بيحشوها جوز هند، فستق، كاجو، الحشوة مخيرة، وأكلة كتير 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 طيبة. هي أكلة قديمة عنا ياها كتير، ولحد هلأ أهل شوام بياخدوا منها بيساووها بالبيت، بيساووها مسلسات صغيرة. هلأ هذا الطبق عبارة بناخده بيقطعوه حسب ما بدون ياها القطعة بتطلع، حسب ما بدون ياها القطعة كبيرة صغيرة بتطلع، بعد منها بيحشوها جوز أو جوز هند، وأكلة كتير طيبة ومعترف عليها. رغم الظروف المعيشية الصعبة لا تزال حلويات العيد موروثاً وتقليداً قديماً يحافظ عليه الناس، ويتبادلون الحلويات في المناسبات والأعياد التي تعزز العلاقات الاجتماعية، مما يعكس روح المحبة والتآخي بين السوريين. نسرين حيدر، الأخبارية السورية، دمشق. وبنهاية صباحنا لليوم حنروح للفقرة التربوية، ونحكي اليوم عن موضوع
جدا مهم. مين هو المربي المؤثر بحياة كل شخص فينا؟ قديش قدر يعمل بصمة بحياتنا ويأثر على سلوكياتنا، على أخلاقنا وعلى قيمنا؟ اليوم رح نضوي على موضوع زرع القيم والأخلاق عند أطفالنا عن طريق المربي المؤثر. تماماً يا رشا، رح نحكي اليوم عن أهمية زرع القيم وأهمية الحفاظ عليها بالنسبة للفرد وأيضاً بالنسبة للمجتمع، مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو الاختصاصية التربوية عائشة إدليبي قشاش. يسعد صباحك عائشة. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا. صباح الخير عائشة، كل عام وانتي بألف خير. أنت بخير. أهلا وسهلا بحضرتك. وقت نقول المربي المؤثر، نحن اليوم مين قاصدين؟ هل عم نقصد بس الأهل يعني الأب والأم، أو لا ممكن تشمل المعلمين بالمدرسة؟ تماماً. هلأ المربي المؤثر هو أي شخص قائم على تربية الطفل، قد يكون الأب والأم، المعلم أو مقدم الرعاية اللي عايش الولد عنده. فهو اللي منركز أكثر كلمة مؤثر للشخص اللي بيمتلك القدرة على الإقناع ونقل المعلومات بيسر وسهولة للولد، قدرته على التأثير بأفكاره بحواره بمعتقداته للطفل، وهو يكون بشكل عام شخصية مؤثرة. كيف يعني بيمتلك قدرة على مهارات اليوم في مهارات تماماً فروض يمتلكها، يعني بيكون عنده ذكاء اجتماعي، ذكاء هو بشكل عام الشخصية المؤثرة قادرة تتحاور مع كتير شخصيات متنوعة بالمجتمع. فهو هيك كمان، لكن هو بصفة التربية يعني للطفل، فبيمتلك العديد من المهارات اللي ممكن تكون هي الاتزان الانفعالي، قدرته يعني بنقصد بالاتزان الانفعالي قدرته على ضبط انفعالاته لما هو بعملية التربية للطفل، يعني مو يعصب مع الطفل إذا هو معصب، لحتى يكون هو قادر يركز على سلوك معين، فهو ضابط انفعالاته لأنه إلا ما بيكون مربي، سواء هذا الشيء كان معلم ولا أم ولا أي حدا قائم على تربيته. يمتلك قدرة على التواصل الجيد مع الطفل، إنه هو يقدر يسمع يتحاور، في إصغاء، مو بس الإصغاء بالكلام وبالأثناء الحوار، حتى الإصغاء لحاجات الطفل، لمشاعر الطفل، ليش هيك تصرف، ليش هيك عمل، فبتحليل لهذا الشيء. وكمان عنده قوة ملاحظة، المربي كتير مهمة، مثل ما مهم الصبر يكون عنده مهارة الصبر، يكون عنده قوة ملاحظة ليعرف هذا الطفل ليش عم يتجنب. نحن مثلا نقول طفل، أكيد عم نقصد مراهق، ليش عم مثلا عم يتجنب الطلعة مع رفقاته هون، ليش عم يحكي بهي الطريقة هيك، فهي لازم تكون قوة ملاحظة ومراقبة، وبده يكون قدوة حسنة أكيد لحتى يقدر يكون مربي. وبالإضافة بده يكون صاحب مسؤولية، بس نقول مسؤولية كمان، ما بدنا نركز بس على الطعام للطفل ومأكله وملبسه وما إلى ذلك من مادية، وإنه هو حامل مسؤولية تربوية أخلاقية بغرس مبادئ وقيم لهذا الطفل، وإلا دون ذلك اسمه رعاية وليس التربية. طب اليوم إذا بدنا نعرف القيم شو هي كمفهوم، خلينا نعرفها بطريقة ما. هلا بس نقول قيم، فأكيد عم نقول يعني بنقول أمر ذو قيمة، يعني شيء ثمين غالي نفيس، فهو مجموعة من المبادئ والمثل العليا والقواعد اللي بتتفق عليها مجموعة من الناس، بتكون إيجابية، بتكون بمثابة معيار لسلوكياتهم، ميزان لتصرفاتهم، فهي بتكون إنسانية وإيجابية وبتحكم تصرفات الآخرين. ولها أكيد مصادر كتيرة، ممكن تكون مصادرها التربية، العائلة، ممكن يكون معتقدات ودين، ممكن تكون البيئة، ثقافة البيئة، المدرسة تماما. فكمان يعني هلا هي مصادر القيم يعني اختلفوا عليها العلماء والفلاسفة بأنه هي هل هي مصدر، مثل مدرسة التحليل النفسي بيقولوا أنه مصدر وعي وجدان نفسي، أنه نتيجة هيك نحن منروح على القيم، هل هي مصدر المجتمع مثل ما قال أرسطو ماركس، أم هي مصدر ممكن يكون أنه الشخص هو بيتأثر نتيجة احتكاكه بالمواقف اليومية فبيتأثر بشيء، لأنه القيم بتكون هي مؤثرة لهذا الشخص. فبتختلف المصادر كتير وطريقة غرسة بالطفل. طيب طالما نحن نحكي اليوم على خلينا نقول تفاصيل هي مكتسبة للطفل، نحن بنعطيها لأطفالنا ونأثر بطريقتنا مثل ما ذكرتي حضرتك عن طريق مهاراتنا، ولكن اليوم لكل مرحلة عمرية نحن ما بنقدر نتجاوز هي النقطة، يعني أنا ما فيني طفل عمره سنتين أعطيه كل شيء،
يعني أنا اليوم كتير مهم راعي المرحلة العمرية، شو هي أهم القيم اللي مفروض أنا أمشي مع ابني فيها حسب المرحلة العمرية؟ تماما، كنا من شوي عم نحكي تحت الهواء انه ليش انه كل مرحله، كل ما نذكر موضوع نذكر المرحله العمريه. هلا نحن حتى نبلش نعلم طفل مبدا معين، قيمه معينه، نحن لازم نفهم خصائصه العمريه. يعني هو مثلا بعمر صغير ليه عم يكذب؟ هل هو انا لانه في عندي ضعف بغرس قيمه الصدق، ام هو بمرحله فيه تفكير خيالي بعمر 3 إلى 5 سنوات مثلا؟ فلهيك نحن لازم ننتبه للخصائص العمريه، شو هي هي المرحله اللي عم يمرق فيها، شو خصائصها، حتى ننتبه للقيم اللي لازم نزرعها فيها، وهون بندور على الاستراتيجيه المناسبه. يعني ما دون السادسه، يعني من 3 إلى 5 سنوات، يعني ممكن نحن هون بما انه هو عنده نمو سريع بمفردات لغويه، عنده كثره حركه، عنده تفكير خيالي مثل ما ذكرنا، عنده حب التشجيع والاستكشاف، يعني فنحن بنلجأ لحتى مثل ما هو بده، مثل ما هي خصائصه عم بتقول، بنروح بالاستراتيجيات لغرس القيم، بنروح بالتحفيز، بالقدوه الحسنه، بالمشاركه باللعب والترويج، هيك عن طريق هيك بنغرس قيم مثل الامانه، مثل الصدق، مثل الاحترام الكبار، الرفق بالحيوان، هي كلها قيم مثلا بهذا العمر. نرجع مرحله الاكبر شوي اللي هي من 6 إلى 12 سنه، مثل ما بنعرف بهي المرحلة شوي هلا هون بدنا نغرس حب العلم، الاتجاه لها، قيمة العلم، قيمة الوقت، الحفاظ على الوقت مشان تتناسب مع مراحلنا الدراسية. مرحلة حساسة، يعني انت عم تحكي اليوم على دخول مرحلة المراهقة. تماما، من 6 ل 12 خصوصي بالأخيرة، من 12 سنة فوق. فهون رح نتجه شوي بما انه بالخصائص العمريه ممكن يكون في شجار بين الاقران، ممكن يكون في مشاكل معينه، فهون نتعلم كيف مهاره قيم الاصغاء، قيم الاحترام بين بعضنا، العطاء، هي القيم والامانه والمبادره. نرجع للمرحله اللي هي المراهقه، اللي هي اصعب شيء يمكن للأمانة. تماما، من خصائصه انه هو بده يثبت ذاته، ما هيك؟ فهو عنده نزعة للاستقلالية، فأمر طبيعي هو يمكن يتجرد من القيم اللي بدك تعلميها. ليش؟ لأنه بس في مجموعة متفقين عليها، فهو أنه خالف تعرف. فنحن بما أنه عم نفهم خصائصه العلمية، في عدم ثبات انفعالي، في خربطة شوي بالهرمونات كونه بمرحلة بلوغ، فنحن عم نفهم بس الطريقة اللي عم بتدخل فيها. هل هي عن طريق أفلام؟ هل هي عن طريق مسرحيات؟ هل هي عن طريق توجيه ولا قدوة حسنة؟ نعرف شو اللي ممكن ننتبه، شو القيم، قيمة كمان الوقت، المسامحة، المواطنة والانتماء والولاء، ممكن كمان التنظيم، الاحترام دائما. هلا نحن بس نقول كمان مرحله، ما بدنا انه خلص هي المرحله راحت، يعني انه ما بقى نعززها فيما بعد، من بتكفي معنا بكل مراحل حياته. يعني لازم نضل على مبدا حتى بعد المراهقه، نحن عم نحكي مثلا بعمر 18 و17 و18، بهي المرحله كمان نعزز قيمه الشورى، قيمه التسامح، قيمه هي القيم اللي هي بتوظف سلوكهم وبتكون رادع لهم لطريقة تعاملهم مع الآخرين. كمان بدنا نحكي عن أهمية القيم مو بس بمراحل الطفولة ومراحل المراهقة، القيم، العادات الاجتماعية قديش لها أهمية اليوم للفرد وللمجتمع بشكل عام؟ تماما. هلأ القيمة عن العادة الاجتماعية شوي تختلف، القيمة بتروح إيجابية والعادة الاجتماعية بتروح إيجابية، بس خلينا نفصلهم شوي. القيمة بتروح أنه بمنحة إنساني، في ثبات نسبي، ممكن دينامية تتغير مع الزمان والمكان حسب تمحور اهتمام الأشخاص. بتكون منشوف نحن في قيم ممكن تتبدل بعد مراحل معينة. العادة الاجتماعية هي بتكون شيء مجموعة متفقين على عادة معينة نتيجة الاحتكاك، الاتصال بين بعضهم، فاتفقوا على عادة تبعوها، ومنشوفها بثقافات متنوعة بالبلدان وبالمكان الواحد في كذا عادة. أما القيمة هيك فرايحة، يعني تربية، فينا نقول تربية منبثقة عن الأخلاق أو الأديان. أكيد أهميتها كتير، يعني هي مهمة للفرد، أنه هي بتساعده أنه ينمو بشخصية سوية، يعرف شو بده من هاي الدنيا، ليش تنازل عن هذا الأمر، ليش بده هدول الأشخاص، ليش بعد عن هدول الأشخاص. هي بتكون صمام أمان لأله،
بتقوي العلاقات بينه وبين الأشخاص، بيعرف يتقرب من اللي بده إياه ما بده إياه حسب ما يناسب منظومته القيمية اللي هو عم كل سنة عن سنة ممكن عم يبدلها. بنجي لمراحل بعد عمر المراهقة وهيك مثل أعمارنا مثلا، نحن هلأ ممكن عن طريق كتاب تتبني قيمة مثلا، قيمة التنوع، قيمة، فأنت تضيفي قيم لحالك عن طريق التعلم الذاتي. وبالنسبة للمجتمع أهميتها ضبط اجتماعي، يعني القيم إذا ما أنا نحكي بالرادع الديني أو بالرادع الاجتماعي، فنحن عم نحكي التربية بالمنزل تماما، فنحن عم نحكي بضبط اجتماعي، عم نحكي بقيم مساواة وهيك، فأكيد هي كلها مناسبة للمجتمع. طيب عائشة، هيك بسؤال أخير وإجابة سريعة لأنه نحن خلص وقتنا اليوم، ذكرتي نقطة أنه اليوم ممكن الإنسان يغير بعض القناعات وبعض شيء هو يعني تربى عليه أو بعض العادات اللي عايش عليها، هل لهم الظروف تجبر الأشخاص أنهم يتخلوا عن بعض عاداتهم، عن بعض شيء أنهم تعلموه بحياتهم؟ أي أكيد بعض الظروف هي نحن بنسميها معوقات بيتغلب عليها، ممكن المربي يواجهها، يعني التلوث الثقافي، الاتجاه الإعلامي مثلا إذا مخالف لقيمك اللي بدك تتبني أنت والمفراد اللي حواليك، ضعف الوازع الديني ممكن يكون، في كتير ظروف ممكن تخليك تنمطي القيمة بطريقة معينة لتناسب الظروف الجملية تماما، حتى أنه تقدري تتعاملي معه لأنه مانك الشريك الوحيد يلي عم بيساهم ببناء هاي القيمة، لأنه في كتير شركاء غيرك عم بيساهم. في كتير استراتيجيات لحتى نقدر نخاطب الأشخاص بحسب هاي الظروف. نعم. يعني في لعب أدوار، في محاكاة، في عصب ذهني، في استراتيجيات كتيرة لحتى نتبع القيمة. احنا كمان هيك بدنا نتشكر وجودك لليوم عائشة، ونتمنى لك هيك عيد حلو لك ولكل احباب قلبك. انا كمان بدي اتمنى لكم شو هيدي عيد سعيد لكم لعائلاتكم ولكل مين عم بيشاهدنا وكل عائله سوريه تبقى بالف خير يا رب. اكيد نتمنى لك السعاده دائما وكل عام وانت بالف خير. شكرا لك يا رب. احنا وصلنا لنهايه صباحنا لليوم، هيك ان شاء الله كنا ضيوف خفاف على قلوبكم وبيوتكم، وقدرنا نرسم الابتسام الحلو ونقدم لكم المعلومه اللي بتفيدكم بحياتكم اليومية. بدنا نرجع لكم كل عام وأنتم بألف خير، يا رب الفرج على الجميع، كونوا بخير، باي باي. أكيد بقية نهار حلو لإلك يا رشا ولكل الكادر الفني اللي كان مرافقنا بالكنترول وأيضا بالاستوديو، وكل عام وأنتم بألف خير، يا رب هذا العيد بيكون خير على سوريا وللجميع ورفقة الأحباب ولمة العيلة. كل عام وسوريا بألف خير، بقية نهار حلو لكم مشاهدينا، باي.